إذا كنت حاب تشغل الكمبرسر بالكباستر ثلاثي أو ثلاثي الأقطاب اللي هو 3 بن، راح تلغي الفان، ما راح نستعمله لأنه مش محتاجينه في هذه المرحلة. هذا الفان ما راح نشبكه، راح تاخذ الهرم وتوصل عليه سلك الستارت. هذا سلك الستارت تراكب في الهرم، وراح تاخذ الرن تشبكه قطب الكومن، وراح تاخذ الوصلة مال السلك البارد وتشبكها في الكومن مع سلك الران. فقط راح تستخدم هذول القطبين، قطب الهرم اللي راح يروح عليه الستارت، وقطب الكومن راح يروح عليه الران مع النوتشرل. اولا تأكد ان الكباستر سعته 45 حسب حجم الكمبرسر، هي الكباستر اللي نحتاجها للتشغيل. نلاحظ ان لاقين الفان لانه ما راح نستخدمه. الحين راح نشغله بالثري بن. بسم الله. هذا السكشن وهذا السكشن. ايضا الان راح تعمل له ديسشارج، ولكن بطريقه ثانيه. راح تاخذ الكومن مع الهرم تسوي له ديسشارج، وراح تاخذ الكومن مع الفان وتسوي له ديسشارج ولو انك ما استخدمتها، ولكن بالتاكيد ممكن تكون في اي شحنه. طبعا الشحنه راح تكون بين هذول الاثنين، بين الكومن والفان وبين الكومن والهرم. الحين راح نخلع اسلاكنا. بسم الله. وبذلك نكون اعزائي المشتركين المشاهدين قد تعلمنا كيفيه توصيل اسلاك الكمبرسر بالكباستر الثنائي او الكباستر الثلاثي وتشغيله. ان شاء الله في المقاطع الاخرى راح نتعلم كيفيه ايضا تشغيل الكمبرسر مع المروحه بواسطه الكباستر الثنائي وكباستر المروحه وايضا الكباستر الثلاثي. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى نتعلم مع جمال. شكرا.